معانا من محافظة الوادي الجديد. مين معانا؟ معانا الدكتور محسن وكيل وزارة الزراعة محافظة الوادي الجديد. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك سامح. أهلا بيك فندم. أهلا بيك يا فندم. بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد في زراعات كبيرة ومساحات شاسعة بالنسبة للقمح، موسم حصاد نعم. القمح، وهل هناك انتظام في عمليات التوريد بالنسبة للمزارعين؟ وهل هناك مشاكل ظهرت؟ أولا كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وحضرتك بالصحة والسادة والسلامة. المستمعين بخير يا فندم. حضرتك إحنا بالصحة كان والسلامة. المستهدف 132 ألف فدان للقمح هذا العام، الحمد لله تم زراعة 137 ألف فدان للقمح هذا الموسم. تم حصاد لحد اللحظة دي 70 ألف فدان، وتم توريد 30 ألف فدان، 30 ألف طن عفوا، 30 ألف من طن القمح. وطبعا باقي الاقماح جزء منها في الجرن، وجزء في الفساد، وجزء في الاستدراج، وجزء اخر لم يتم حصاده حتى الان. ما فيش عندي الحمد لله رب العالمين اي مشكلات. توفير مستحقات المزارعين فيها مشكله؟ لا يوجد اي مشكله في توريد مستحقات المزارعين، ويمكن احنا كنا عملنا بناء على توجيهات معالي وزير الزراعه، عملنا غرف عمليات من اول الموسم، ويمكن كان اخر اجتماع لينا اول امبارح خاص بتامين الاجوله، وكان حضر هذا الاجتماع القطاع الزراعي ومدير بنك الائتمان ومدير الجمعيه المركزيه التعاونيه والتعاونيات، وتم يعني كان فيه بيطلب من المزارع تامين للاجوله. احنا غطينا الموقف ده علشان ما نجهدش المزارع عندنا في الوادي الجديد، صح، عن طريق دفع التامين عن طريق الجمعيه التعاونيه المركزيه بدلا من المزارع، ويتم باذن الله تعالى التوريد بالكامل واسترد هذا التامين للجمعيه المركزيه بدون ما نحمل الفلاح او المزارع اي عبء حتى خاصه التامين. يعني حلينا جميل جدا. الجمعيات مشاركه في هذا الموسم بدور كبير جدا، و بتساند مع وكيل وزارة الزراعة في موسم حصاد القمح، دور الجمعيات، وهل هناك مشاكل ظهرت من التعامل المزارعين مع الجمعيات؟ ما بقول لسعادتك يمكن احنا يعني في الفترة الأخيرة دي كانت المشكلة الوحيدة اللي هي التأمين. التأمين فقط يعني؟ لا، هو التأمين ما هو بيجمع الجمعية هي اللي قايمة بالتجميع فعلا والتوريد للبنك. أيوه للبنك، وكذلك اللي هو دفع التأمين نيابة عن المزارع. ما فيش عندنا مشكلة سولار اطلاقا الحمد لله. يعني ما فيش مشكلات خاصة، وتعتبر تعد مشكلات عندي في الوادي الجديد الحمد لله بالنسبة لتوريد الاقماح. دكتور محسن وكيل وزارة الزراعة محافظة الوادي الجديد، أنا بشكر حضرتك وبالتوفيق. والجميل اللي أنا عاوز أقوله إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الجميلة الواعدة المنتجة، اللي إن شاء الله في المستقبل القريب يبقى فيه إنتاج أكتر، ونقدر إن احنا نستفيد من هذه الثروة بالنسبة للوطن.